ثابكم الله. يقول فضيلة الشيخ: يوجد مسجد في مؤخرته قبر وخارج المسجد قبور، لا يستطيع المصلي الدخول في المسجد إلا بعد أن يمشي عليها، هل الصلاة في هذا المسجد صحيحة أم غير صحيحة؟ لا تجوز الصلاة في المساجد المبنية على القبور، ومن صلى فيها فصلاته غير صحيحة، لأنها صلاة منهي عنها، والنهي يقتضي الفساد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا إلى القبور، ولعن صلى الله عليه وسلم المتخذين المساجد على القبور. والقبر المجاور للمسجد الملتصق بالمسجد يعتبر من ذلك، ويعتبر هذا المسجد مبنيا على قبر ما دام أن القبر ملتصق به. أما إذا كانت القبور أو القبر مفصولة عن المسجد بطريق أو بأرض فضاء فلا حرج في الصلاة في هذا المسجد، لأنه لا علاقة له بالقبر ولا بالقبور المفصولة البعيدة عنه. نعم. فهل احتج بعض أهل البدع الشيخ بالقبر النبوي؟ القبر النبوي ليس في المسجد، وإنما هو في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، في حجرة عائشة. الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته خارج المسجد، وإنما أدخلت الحجرة في المسجد بعد خلافة الخلفاء الراشدين في عهد بني أمية، وهذا ليس بحجة. نعم.